بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال اي سي ديزاين. المحاضرة دي إن شاء الله هنكمل فيها كلام على اللي اوت، والكلام بتاع محاضرة النهاردة يعني هيكون مفيد للديجيتال ديزاينر، وبرضه مفيد لأي واحد برضه حابب إن هو يشتغل في مجال اللي اوت. كان طبعا في تفاصيل أكتر بقى خاصة بالذات بالأنر لي اوت مش هنذكرها، اللي هي بقى الإيه موضوع الماتشنج وتفاصيله. الشيب بتاعتنا في الحقيقة لما نيجي نبعتها عشان تتصنع في الغالب بتاخد الشكل ده. الشكل ده عبارة عن ايه؟ بيبقى دائرة لفة حوالين الكور بتاع الشيب في الاي اوز بتاعتي. الاي اوز اللي هي الانبوتس والاوتبوتس ببساطة، والاي اوز اللي هو اللي احنا الشكل اللي احنا شايفينه ده كده، كل واحدة من دول كده عبارة عن اي او، كل مستطيل من المستطيلات دي عبارة عن اي او. وتجميع الاي اوز مع السبلاي رينجز دي بنسميها الباد فريم. هو ده الفريم بتاع البادز بتاعتي. لو بصينا على الاي او دي كده، خدناها كده على جنب، بصينا على المستطيل ده جواه ايه؟ جواه مربع، دي الباد اللي بحط عليها بقى البوند واير بتاعي، يعني دي اللي بتنزل عليها مكنه البوندنج ماشين عشان الحم الشيب بتاعتي في الباكج. وبعد كده بيكون في مجموعه من الايه، من الستريبس كده، من الميتال ستريبس دي بتتوصل مع بعض بقى. لما ارص انا الايه الاي اوز دي جنب بعض، كل الستريبس دي اللي هي بالازرق اللي انتم شايفينها بالازرق دي كده بتتوصل مع بعض فتكون لي الرينج اللي انتم شايفينها دي. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي السبلاي رينجز او الباور رينجز. ففي المثال اللي عندنا هنا هتلاقي فيه اربع رينجز. ايه الاربع رينجز دول؟ عندك في في دي دي وفي جراوند بتوع الدرايفرز، يعني بتوع الاي اوز نفسهم، بتوع السيركتس يعني اللي في الاي اوز. وعندك في دي دي وفي اس اس كمان بقى للاي اس دي. الاي اس دي ده اللي هو الالكتروستاتيك ديسشارج، دي بتبقى سيركت مخصوصه موجوده في الاي او. يعني خد بالك ان في الغالب الاي او دي مش انت اللي بتعمل لها ديزاين، دي بيجي لك من الفاب زي كده الستاندرد سيل لايبراري، وزي الحاجات اللي بيجي لك في البي دي كي بيجي لك برده ايه، بيجي لك اي او لايبراري. فالاي اس دي سيركتري الهدف منها ان لو في اي ستاتيك شارجز مع اي حد بقى، سواء مع بني ادم او مع ماشين بتتعامل مع الاي سي، ما تحرقش الشيب بتاعك، الاستاتيك شارجز ما تحرقش الشيب، يحصل لها ديس تشارج، يحصل لها ديس تشارج في باث امن من غير ما تحرق الشيب. فانت بتعمل الايه الفريم ده اللي احنا شايفينه، وبعد كده بتحط بقى الكور بتاع الشيب بتاعك جوه هنا، وتبدا بقى توصل الايه الوايرز اللي انت عايز توديها للاي اوز بالايه بالاي اوز بتاعتك. طبعا كل اي او بيكون ليها انواع بقى، هي انبوت ولا اوتبوت ولا انالوج ولا ديجيتال ولا سبلاي، كل واحده بيكون ليها نوع، بس في الاخر بيبقى ليها ستاندرد هايت، فيكسد هايت كده، وليها ستاندرد برضو ويدث. من كان ممكن تختلف يعني من اي او للتانيه، موضوع الويدث ده ممكن يختلف من اي او للتانيه، لكن كلهم في الاخر بيكونوا الايه، بيكونوا الباد فريم. وبتيجي هنا بقى على الحرف كده، انت لازم تقفل اللينك بتاعتك هنا، انت مش هتحطه في الحقيقه ايه، مش هتحط هنا اي او، لان مفيش مكان اصلا تاكسس ليه، تاكسس اللوكيشن ده من الكور بتاع الشيب، بس بتحط حاجه اسمها كورنر سيل عشان مجرد بس تقفل الرينج بتاعت الايه بتاعت الفي دي دي والجراوند. خد بالك طبعا ان الاي اوز دي بتكون انواع، فعندك اي او للفي دي دي واي او للجراوند، يعني هو طبعا ده مش اي او، ممكن تقول ان ده مش اي او مثلا، ان الفي دي والجراوند دول حاجه مختلفه شويه، بس هم بيكونوا موجودين ضمن الاي او لايبراري. بيكون عندك باد للفي دي دي، وباد للجراوند، وباد للديجيتال انبوت، باد للديجيتال اوتبوت، باد للانالوج سيجنالز، كل حاجه من الحاجات دي بيكون ليها ايه، بيكون ليها بادز عندك. تمام. وخد بالك ان في الديجيتال اي اوز بتاعتك في الحقيقه، يعني انت لو انا افترض ان عندي ديجيتال سيجنال هنا اهو، في الحقيقه مش بطلعها على طول على العالم الخارجي. في العالم الخارجي ده بيكون عندك كاباسيتنس كبيره في الغالب، فالكاباسيتنس الكبيره دي صعب ان انا اعمل لها درايفنج بجيت صغيره موجوده عندي في الكور بتاعي. فجوه الاي او نفسها، هنا جوه الاي او نفسها بيكون فيه درايفرز، بيكون فيه سترونج درايفرز. درايفرز دي اكنك تحط بافر، يعني ابسط مثال ان انا احط تشين اوف انفرترز مثلا، ده ابسط مثال ان انا احط تشين اوف انفرترز بالشكل ده كده. تمام. وهناخد ازاي بنعمل سايزنج الحاجات دي ان شاء الله مع بعض قدام، بس البافر ده بيقدر ان هو يدرايف بقى الايه لارج كاباسيتنس اللي هي موجوده في العالم الايه، في العالم الخارجي، اللي هي على فكره الكاباسيتنس بتاعت الباد نفسها بتكون سيجنيفيكانت اصلا. يعني الباد دي نفسها ما هي حته ميتال كبيره، حته ميتال كبيره دي يعني كاباسيتنس كبيره. نفس الحكايه برضو البين بتاع الباكج، ما البين بتاع الباكج ده حته ميتال كبيره برضو، حته ميتال كبيره، فبيكون ليها كاباسيتنس كبيره. غير بقى لو انت اصلا بتدرايف شيب تانية او ايه او واير طويل على البي سي بي.
والنتيجه بقى ان الدرايفرز دي بتدرايف كاباسيتنس كبيره فبتستعمل كارنت كبير، تستعمل كارنت كبير فبتكون نويزي درايفرز. في الغالب بنحب نفصل السبلاي بتاع الدرايفرز عن السبلاي بتاع الكور، بيكون عندك بينز للكور سبلاي وبينز للاي اوز سبلاي، تفصل الاثنين عن بعض عشان النويز بتاع الداب بتبقى غير النويز بتاع الداب، يعني الدرايفرز بقى نويزي والكور بتحاول تخليه كوايت شويه. ده غير طبعا اصلا ان انت في كتير من الاحيان بيكون السبلاي ليفل نفسه مختلف، يعني يبقى الكور بتاعك مثلا شغال زي مثلا ب 0.8 فولتس وبعد كده الاي او شغاله ب 1.2 فولتس، فيكون عندك السبلاي ده كقيمه غير السبلاي ده كقيمه. وطبعا جوه التشيب بتاعتك هيكون فيه ليفل شيفترز او في الاي او نفسها ممكن يكون فيه ليفل شيفتر عشان يترانسليت من ايه، من فولتج ليفل الى فولتج ليفل الثاني، لان ال1 اللي هو الديجيتال 1 ده حاجه ابستراكتد، هي بتساوي بقى كام فولت حسب الايه، حسب الفي دي دي اللي انت بتستعمله. فان احنا نترانسليت من ليفل لتاني ده بتتحرك سيركت اسمها الليفل ترانسليتور او الفولتج شيفتر. طبعا خدوا بالكم بقى ان الكورنر سيل دي موجوده اربع مرات، يعني موجوده في الاربع كورنرز، يعني انا عندي هنا برضه هيكون في كورنر سيل عشان هي اللي هتعمل لك حته الميتال دي اللي انت محتاج ان انت تقفل بيها الايه، تقفل بيها الرينج بتاعتك. طب هو انا اصلا ليه محتاج ان انا يكون عندي رينج؟ عشان انت بتيجي هنا وهتعمل بين معين مثلا اهو، ده هيبقى ال VDD بتاع الدرايفرز مثلا، اهو ده ال VDD بتاع الدرايفرز. طب الدرايفرز دي هل هي موجوده في السيل دي بس ولا هي موجوده في الباد فريم في اماكن كتير؟ موجوده في الباد فريم في اماكن كتير، فلازم ال VDD بتاع الدرايفر اللي هو هيشبك، يعني خد بالك ان انت هنا عندك اهو جزء من الرينج، هو هيشبك في الرينج دي هنا اهو، هيوصل بقى السيجنال دي اللي هو شبك فيها عند البين ده لبقيه الايه، لبقيه الباد فريم. فكل باد فريم هيشوف الفي دي دي بتاع الدرايفرز، نفس الحكايه كل باد فريم هيشوف الجراوند، كل باد فريم هيشوف الفي دي دي بتاع الاي اس دي وهكذا. بعكس بقى الفي دي دي بتاع الكور، يعني انا لو مدخل مثلا هنا الفي دي دي بتاع الكور مثلا، فالفي دي دي بتاع الكور مش محتاج اعمل له رينج، ليه؟ لان هو اصلا مش واصل، مش محتاج ان انا اوصله للاي اوز، انا محتاج ان انا اوديه للكور في الحقيقه، فده هدخله على الكور على طول، مش هعمل له رينج. رينج هحتاج ان انا اعملها للدرايفرز وللاي اس دي، لان هي دي الحاجات الاي او سيلز محتاجاها، لكن الكور هيدخل له الفي دي دي على طول. بس طبعا لما ادخل له الفي دي دي لازم ادخلها له عن طريق ايه، عن طريق وايد واير بقى، شوف واير كده يكون ثيك وايد عشان يبقى ليه ريزيستنس قليله. وفي الحقيقه بقى مش بنستعمل بين واحد للفي دي دي، الشيبس اللي هي الادفانسد بيكون عندك اولموست 30 او 40% من البينز بتاعت الشيب في دي دي والجراوند في الحقيقه. يعني لو الشيب فيها 1000 بين مثلا تلاقي عندك 300 400 بين كده عباره عن في دي دي وجراوند. خد بالك ان موضوع الباور ديستريبيوشن ده، ان انا اوزع الفي دي دي بتاعي على التشيب، اوزع الجراوند على التشيب، دي مش مساله سهله، يعني دي من الحاجات اللي هي بتحتاج مجهود في اللي اوت. وكل بين بيكون ليه البارازيتكس بتاعته، وكل بوند واير في الحقيقه لما توصل البوند واير من الباكج للتشيب ده بيكون ليه برضو البارازيتكس، بيكون ليه ريزيستنس وبيكون ليه اندكتنس. والبارازيتك ريزيستنس والبارازيتك اندكتنس دول بيعملوا لك مشاكل كبيره، ان انا يكون عندي لو ده اهو السبلاي بتاعي مثلا كده اهو، وبدرايف انفرتر زي اللي احنا خدناه اهو، عندي انفرتر كده اهو تمام، فبيحصل ايه، بيحصل ان في كارنت بيمشي، في كارنت بيمشي بيروح يشحن الكاباستور مثلا اللي موجود هنا اهو، او يكون عندك هنا كاباستور لود كاباستور، فالكارنت بيمشي عشان يشحن الكاباستور. في الحقيقه انت عندك ده ما هوش ايديال، من البطاريه اللي جايه لك بره لحد لما توصل للانفرتر انت بتمر على يعني حاجات كتيره قوي قوي تمام. فبيكون عندك هنا بارازيتك ريزيستنس، بيكون عندك بارازيتك ايه، بارازيتك اندكتنس. لما انا بقى اخلي الباثز بتاعت الفي دي دي باثز كتيره، معناها اكني بحط كذا برانش ايه، كذا برانش ان بارالل تمام، فبكده انت بتقلل الايه، بتقلل الريزيستنس بتاعتك وبتقلل الاندكتنس بتاعتك، او بتقلل بمعنى اخر الكارنت اللي ماشي بير برانش، فبتقلل الايه، الامبرفكشنز اللي بتحصل في الباور جريد بتاعتك او في الباث اللي انت ماشي فيه الايه الكارنت من الباور سبلاي لحد الايه، لحد الجيت اللي بتستعمل الكارنت ده. وطبعا خد بالك ان الفي دي دي ده اصلا ستاتيك سيجنال ما بتتغيرش، فكون بقى ان هو يكون عندي كاباسيتنس كبيره دي حاجه اصلا حلوه انا عايزها. في الحقيقه انا بحط الكاباسيتنس من عندي، احنا بنحط دي كابلنج كاباسيتورز عشان تحافظ على الفي دي دي كونستانت، ان هو كونستانت سيجنال انا مش عايزه يتغير. الفي دي دي ده عباره عن ايه، كونستانت سيجنال ما بتتغيرش، فبالتالي انا عايز احافظ عليها كونستانت، فبنحط كاباسيتورز عشان تحافظ على الفي دي دي بتاعي كونستانت. وهنشوف الموضوع ده قدام. وزي ما احنا شايفين طبعا ان الايه، ان الباد فريم بتاعي ده بياخد اريا كبيره، واحنا قلنا ان الاريا انت بتحسب عليها بير مليمتر سكوير، فيعني جزء كبير طبعا من الاريا بتاعتك بيضيع في الباد فريم ده. وهنشوف بعض الايه، بعض الامثله برده على الموضوع ده قدام. الاي اس دي بقى، موضوع الاي اس دي بروتكشن ده هي واحد من الادفانسد توبكس،
بس يعني اختصارا الفكرة بتاعته هي ايه؟ ان انا لو عندي اي حاجة فيها عليها static charges، ال static charges دي هي Q ببساطة، والQ زي ما احنا عارفين بتساوي C في الV، Q بتساوي C في الV. فلما يكون عندك static charges كبيرة وانت عندك capacitors اصلا صغيرة، هتعمل لك voltage ايه؟ هتعمل لك voltage كبير هيدامج الايه؟ هيدامج الشيب بتاعتك. احنا قلنا ان عندك الجيتس عبارة عن sensitive اوكسايدز. في الحقيقه الجيت اوكسايد هو فيري ثين اوكسايد، فممكن يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له دامج، او بمعنى اخر هيمشي كارنت سبايكس. يعني هيمشي كارنت سبايكس، والكارنت سبايكس دي ممكن تحرق الايه؟ تحرق التشيب بتاعتك. عشان كده مفروض ان اصلا اي حد بيتعامل مع اي سيز المفروض ان هو يبقى لابس حاجه اسمها اي اس دي ستراب، عشان هو عليه اي ستاتيك تشارجز تروح في الايرث اللي هو بقى غير الجراوند. المفروض ان عندك في دي جراوند وايرث فيشه، المفروض فيها ثلاث بلاجز في الحقيقه، ثلاثه برونجز مش ايه؟ مش اثنين بس. بس احنا للاسف في مصر في معظم الاماكن ما عندناش غير ايه؟ ما عندناش غير فرعتين بس، ما عندناش موضوع الايرث ده. الايرث ده المفروض ان هو بي ايه؟ اي ستاتيك تشارجز بياخدها بقى يوديها للايه؟ للايرث الابسولوت زيرو ده، عشان ما تعملش اي ايه؟ اي مشاكل. حتى المفروض تحس بالكلام ده اصلا لو انت ما عندكش ايرث في البيت، لما تيجي تتعامل مع اي جهاز زي الغساله او المجفف او اي حاجه من الحاجات دي، ساعات ممكن تتكهرب نتيجه ان انت عندك ستاتيك تشارجز. فالاي اس دي بقى السيركتري بتحاول تحل المشكله دي. الاي اس دي اللي هي اختصار الكتروستاتيك ديسشارج سيركت، الهدف منها ان هي تعمل ديسشارج للالكتروستاتيك تشارجز، الشحنات اللي هي استاتيكيه عايز اعمل لها ديسشارج، عايز افرغها. تبقى موجوده فين بقى الاي اس دي سيركتري؟ تبقى موجوده في الاي او سيل نفسها. يعني في الاي او سيل نفسها اللي احنا كنا بنشرحها في السلايد اللي فاتت، هي جواها اي اس دي سيركتري. الاي اس دي سيركتري ببساطه عباره عن ايه؟ عباره عن شويه دايودز بس كده. عندك مجموعه من الايه؟ مجموعة من الدايلز. طب الدايلز دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان لو انت عندك فولتج كبير، بدل ما الكارنت بتاعك يروح على السيركت، لا الكارنت بتاعك ده يروح يتفرغ في الايه؟ يروح يتفرغ في الدايلز. والدايلز دي لو انت حطيت عليها ريفرس فولتج كبير باي ذا واي، هتمشي ريفرس كارنت، هيحصل لها بريك داون، هتفرغ الايه؟ وهتعمل ديسشارج للريفرس كارنت ده. فبدل ما الكارنت بتاعك يروح على السيركت ويحرقها، لا ده الكارنت بتاعك هيمشي في الايه؟ هيمشي في الدايد ويتفرغ في الايه؟ ويتفرغ في الدايد ده، فبالتالي ما يعملش دامج للتشيب بتاعتك. فعندك بقى اي اس دي زي ما احنا شايفين كده عند الانبوتس وعند الاوتبوتس، وكمان ما بين الايه؟ ما بين الفي دي دي والجراوند. فاي اوفر فولتج هيعمل كارنت كبير، هيتفرغ في الايه؟ هيتفرغ في الاي اس دي دايدز، وما يعملش دامج للتشيب. والديزاين بقى بتاع الدايلز دي نفسها لازم ان هو يعمل لها اريا كبيره شويه. ليه؟ عشان هي نفسها ما تتحرقش. ما هي نفسها اتحرقت يبقى انا كده ما عملتش حاجه برده، بدل ما احرق السيركت حرقت الاي زي دايل بتاعي، فالمره الجايه السيركت هي اللي هتتحرق. فلازم يكون الدايلز دي ليها لارج اريا عشان تعرف تهندل الايه؟ تهندل الهاي كارنتس اللي ممكن تمشي فيها. زي ما انا اللي بيعمل برده ديزاين للاي زي دايلز في الغالب مش هو السيركت ديزاينر، غالبا الفاب هو اللي بيعمل الستاندرد ستراكشرز دي وبيحطها جوه الاي اوز بتاعتك. فبيديك الاي اوز بقى مش مجرد بقى بادز، لا بيديك الاي اوز يعني بعض الفابز في الحقيقه بيديك الباد دي بس، اللي هو المربع اللي احنا شايفينه الصغير ده بس، لو انت هتلحم عليه البوند واير بس. طبعا حاجه زي كده ما ينفعش تستعملها في روبست ديزاين او كوميرشال ديزاين، انت لازم تجيب بقى اي او سيل كامله بيكون فيها زي ما قلنا الباد مع بقى الاي اس دي سيركتري مع الايه؟ مع الباور رينجز دي. كل الحاجات دي تبقى موجوده في الاي او سيل بتاعتك. جميل. لما نيجي بقى نعمل اللي هي بتاعتنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، ان في الديجيتال بنستعمل حاجه اسمها الستاندرد سيلز، وفي الستاندرد سيلز دي بيبقى عندك فيكسد هايت وفاريبل ويدث. طب ليه بيكون عندي فيكسد هايت وفاريبل ويدث؟ ان انا لو استعملت فاريبل هايت في الحقيقه، فالفاريبل هايت ده هيعمل لك مشاكل. هيعمل لك مشاكل ان انا لما اجي احط السيلز جنب بعض، لما اجي احط السيلز بتاعتي جنب بعض، هلاقي ان الايه؟ الفي دي والجراوند محتاج ان انا انزل بي واطلع بي بالشكل ده كده، فده هيعمل ويستنج للاريا وهيصعب عمليه الاوتوميشن. خد بالك ان انا عايز ان انا اخلي تول هي اللي تعمل اوتوماتيك بليسمنت واوتوماتيك راوتينج. زي ما قلنا عشان اساعد التول دي لازم ان انا احط شويه كونسترينتس على الديزاين بتاعي. فالبني ادم ممكن يتصرف حاجه زي اللي احنا شايفينها دي، لكن بالنسبه للتول هيبقى الموضوع صعب جدا، هيبقى فيه ويست جامد جدا في الايه؟ في الاريا بتاعتك. فبالتالي بقى الجود ابروتش بقى للناس بتستعمله في الديجيتال ديزاين ان هو بيخلي الهايت بتاع السيل فيكسد، وانا حاطط الجراوند ريل في مكان معين، ده قضيب القطر اللي هو بتاع الجراوند، وحاطط الفي دي في ريل في مكان معين، بحيث ان انا لما اعمل اباتمنت للسيلز، اباتمنت يعني الزق السيلز جنب بعض كده زي ما انتم شايفين، احط السيلز جنب بعض، الجراوند ريل ده هيديك كونتينوس ريل
والفي دي بي ريل برضه هيديك كونتينوس ايه، هيديك كونتينوس ريل. يبقى انا احط بس في دي بي في اي حته، هلاقي كلهم خدوا الفي دي بي، احط جراوند في اي حته حاليا كلهم خدوا الايه، خدوا الجراوند. وبرضه انا زي ما قلنا الان ويل نفسه برضه بيكون ايه، بيكون كونتينوس، كل الان ويلز بتايه بتتوصل ببعض عشان ما يكونش عندي بقى مشكله في الديزاين رولز المسافه بين الان ويل والان ويل الثاني والحاجات دي. فهنا عندك اهو ده الديفايس سبيسنج لازم اراعيه لما احط السيلز دي جنب بعض. وده برضو الان ويل سبيسنج هيبقى عندي مشكله لو انا فصلت الان ويلز عن بعض، لازم يكون في مينيمم سبيسنج بين الان ويل والان ويل الثاني. لما لزق كل الان ويلز ببعض زي الشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، هيكون الليميتيشن الوحيد اللي عندي هو بس الديفايس ايه، هو بس الديفايس سبيسنج. فيبقى كل سيل بتاخد ايه مكان مور كومباكت، اقدر اعمل باكينج لعدد اكبر من السيلز في الاريا اللي عندي. طبعا خد بالك ان ده كده هيبقى ايه، ده كده هيبقى ده الباد ابروتش، ده اللي محدش بيستعمله. نفس الحكايه برضو ان انا اسيب سبيسنج كده ما بين الان ويل، ده الباد ابروتش، ده كده ويست اوف ايه، ده كده ويست اوف اريا. فده الباد ابروتش. الجود ابروتش ان انا اخلي زي ما قلنا ستاندرد سيل هايت، وعبي عندي جراوند ريل وفي دي ريل، وان انا برضو اخلي الايه، اخلي الان ويل بتاعي كونتينوس. احنا شايفينه اهو كونتينوس في دي دي، كونتينوس جراوند، كونتينوس ايه، كونتينوس ان ويل. طب بعد بقى لما ارص بقى الايه الستاندرد سيلز بتاعتي دي جنب بعض، هيطلع لك رو طويل كده ممتد. حط بقى سيلز جنب سيلز جنب سيلز جنب سيلز، اعمل ايه بعد كده؟ هل ينفع يبقى في اللياوت بتاعتي عندي ستراكشر كده قصير وعريض قوي بالشكل ده؟ لا، احنا قلنا في اللياوت انا بكون عايز دايما الاسبكت ريشيو يكون قريبه من الواحد، يعني الاستراكشرز بتاعتي تكون قريبه من الايه، من السكوير او تبقى ريكتانجلز. ده بيسهل عمليه الفلور بلاننج بعد كده بقى، ان انا ارص الايه البلوكس المختلفه اللي عندي في الشيب واوصلها بايه، واوصلها ببعض. فبالتالي بنعمل ايه، بنكرر الروز دي بقى، هكرر الروز دي، احط رو فوقه كمان ورو فوقه كمان وهكذا. بس لما نيجي نكرر الروز، لو انا جبت الرو ده كده وكررته فوق، عملت واحد زيه فوق كده، ممكن يحصل شورت سيركت ما بين الجراوند والفي دي في. طب عشان ما يحصلش شورت سيركت ابعدهم عن بعض، بس انا كده هضيع ايه، هضيع اريا. فطبعا في حل ايه، في حل اذكى من كده، ان انا اعمل ايه، اعمل بوز كده وافكر في الحل الذكي. طبعا الحل الذكي ان انا اعمل فليبنج للايه، فليبنج للرو اللي بعد، فتطلع معايا اللي هو بقى بالشكل ده. هيبقى عندي رو الفي دي دي هو اللي فوق والجراوند تحت، والرول اللي بعده هيبقى مقلوب بقى بالعكس، الجراوند هي اللي فوق والفي دي دي هو اللي ايه، هو اللي تحت، والرول اللي بعده مقلوب، الفي دي دي هو اللي فوق والجراوند هي اللي ايه، والجراوند هي اللي تحت. فكده كل الفي دي ديز شبكوا في بعض، وكل الجراوند شبكوا في ايه، شبكوا في بعض. طبعا في الاخر لازم بقى اوصل كل الفي دي ديز ببعض، وكل الجراوندز ايه، وكل الجراوندز ببعض. فبنعمل بقى باور رينجز في الاخر حوالين الديزاين كله، يعني المفروض حوالين بقى لما ترص كل السيلز بتاعتك تقوم عامل بقى رينج حوالين الايه، حوالين الديزاين، زي ما عملنا كده في التشيب لما كنا بنقول حط رينج في الباد فريم توصل كل الايز دي سبلايز ببعض، وكل الايه وكل الدرايفر سبلايز ببعض. برضو بقى في الكور بتاعي انا باخد الايه، باخد الفي دي دي بين بوصله للايه، بوصله للكور، بس حوالين بقى الستاندرد سيلز بتاعتي بعمل رينج توصل الباور وتوصل الايه، توصل الجراوند. فهتلاقوا ان هون الفي دي دي ده كده واصل بالفي دي دي ده اللي هنا، واصل بالفي دي دي اللي هنا، وبرده الجراوند اللي هنا واصله بالايه، واصله بالجراوند اللي هنا، وهكذا. كل الفي دي ديز واصله ببعض، وكل الجراوندز واصله ببعض. زمان كانوا بيعملوا ايه في الحقيقه، ما كانواش بيعملوا كده، كانوا بيعملوا بقى الحل اللي هو مش ذكي اللي احنا قلناه من شويه، ان هم كانوا بيفصلوا الروز عن بعض. يعني يعمل كده الرو من الستاندرد سيلز مثلا، وبعد كده يقوم عامل سايب مسافه كده، سايب مسافه، وبعد كده يعمل رو تاني من الايه، من الستاندرد سيلز. ليه كان بيعمل الموضوع ده؟ ان احنا كان عندنا عدد قليل جدا من الميتال لايرز. خد بالك ان دي كده ستاندرد سيلز، يعني اللي انا رسمها دي كده، دي عباره عن ستاندرد سيلز، ستاندرد سيلز، ستاندرد سيلز، دي برده عباره عن ستاندرد سيلز بالشكل ده. طيب بسيب سبيسنج في النص كده، او تشانل في النص دي، كانوا بيسموها الراوتنج تشانل، لان احنا كان عندنا عدد قليل من الميتال لايرز، فكان صعب ان انا اعمل راوتنج فوق السيلز نفسها، ان الميتال لايرز مش بتكفي. فكنت بسيب حته فاضيه كده عشان استعمل فيها ايه، عشان اعمل فيها راوتنج، استعمل فيها ميتال لايرز بتاعتي عشان اعمل راوتنج. راوتنج ده ان انا اوصل السيلز ببعض ببساطه. فلو انت اصلا جوه السيل نفسها بتستعمل مثلا ميتال 1 وميتال 2، وانت عندك هو مفيش عندك غير 4 ميتال لايرز مثلا او 3 ميتال لايرز كده، لا المفروض ان انا ممنوع ان انا استعمل بقى ميتال 1 وميتال 2 في الراوتنج. ان انا لما لو كنت استعمله في الراوتنج، ان انا اوصل السيلز ببعض، انا كده ممكن يحصل شورت سيركت مع الوايرز اللي موجوده جوه السيل اصلا. فانا بستعمل مثلا ميتال 1 وميتال 2 جوه السيل، المفروض لما اجي اوصل بقى السيلز ببعض استعمل هاير ميتال لاير، استعمل ميتال 3 وميتال 4 وميتال 5 وميتال 6 وميتال 7 وميتال 8. دلوقتي مفيش مشكله ان الميتال لايرز كتير، زمان كان في مشكله ان الميتال لايرز قليله.
فكان عشان يحل بقى مشاكل الراوتنج لازم يسيب الايه، لازم يسيب الراوتنج تشانلز اللي هي ايه ما بين الروز وبعضها. بس طبعا ده كان بيضيع له في الايه في الدينستي بتاعه السيلز. لو بقى الكور بتاعك ده كبير او البلوك بتاعك ده كبير، فمعناه ان الويدز ده هيكون ويدز كبير. فالويدز ده لو ويدز كبير، ان الفي دي بي بقى اللي جاي لك مثلا من هنا على بالك لما يسافر كده يوصل للنص هيشوف ريزيستنس كبيره في الحقيقه. فبالتالي السيلز اللي هي موجوده هنا هتشوف باس يكون فيه ريزيستنس كبيره، فهتبقى عرضه اكتر للسبلاي ايه نايس. زي ما قلنا انت عندك ريزيستنس وعندك كمان ايه وعندك اندكتنس، والاندكتنس دي بتكون مؤثره مع الهاي سويتشنج فريكوينسيز. فنحل الموضوع ده ازاي؟ نحل الموضوع ان احنا نقلل الريزيستنس ونقلل الاندكتنس، احنا نوصل باثز بارلل لبعض. طب ازاي اوصل باثز بارلل لبعض؟ ان انا احط اديشنال ميتال ستريبس كده اهو بالشكل ده، واوصل بقى الايه، اوصل كل الفي دي اس بايه، واوصل كل الفي دي اس ببعض. ونفس الحكايه مع الجراوند، بيطلع معاك الشكل اللي احنا شايفينه اهو. تمام، نعمل سترابنج للباور ريدز. فسواء عندك بقى قضيب القطر بتاع الفي دي او قضيب القطر بتاع الجراوند، وصل البوند دي بقى ببعض بخطوط ايه، بخطوط راسيه اللي احنا شايفينها كده اهو، دي كده هي اللي بنسميها الاسترابس. فالاستراب ده اهو موصل للفي دي بيز ببعض، وعندك استراب تاني هنا اهو موصل ايه، وعندك استراب تاني المفروض ان هيوصل برده الجراوندز ببعض. طبعا زي ما في كده استراب للفي دي بي، المفروض يكون في برده استراب لايه، للفي اس اس او الجراوند، وصل الجراوندز ببعض. السترابس دي بتحدد على اساس ايه؟ انت اللي بتحدد بقى الكلام ده. خد بالك ان البليس اند راوت تول هي اوتوميتد، بس انت اللي بتبرمجها، انت اللي بتقول لها تعمل ايه. هي بتعمل اوتوميتد اكشنز، بس انت في السكريبت بتاعك اللي بيعمل عمليه الاوتوميشن انت اللي بتديها الاوامر. فانت ممكن تقول لها مثلا لو انت عندك البلوك بتاعك مثلا عرضه كبير شويه وليكن 500 مثلا مايكرومتر، وانت شايف ان انت عندك الدنسيتي بتاعت السيلز كتير، يعني انت خد بالك الدنسيتي مش لازم يكون عندي الاوكيوبيشن 100%، يعني مش لازم يكون كل مكان هنا في ستاندرد سيل في الحقيقه. ليه؟ لان انت لو انت حطيت الاوكيوبيشن 100% كده هتبقى الدنيا كونجستد قوي، هيبقى الدنيا زحمه قوي، برضه هتبقى صعب عمليه الايه، صعب عمليه الراوتنج، مش هتعرف تعمل راوتنج. ففي بعض الاحيان في الحقيقه بنحط، او مش بعض الاحيان بقى دايما بنحط حاجه اسمها فيلر سيلز. الفيلر سيلز دي زي ما كنا بنتكلم كده في الكورنر سيلز في الباد فريم، كان الهدف من كورنر سيلز ان هي بس توصل الفي دي دي رينج والايه والبي اس اس رينج. نفس الحكايه برضو الفيلر سيلز دي الهدف منها بس ان هي تحافظ على الفي دي بي ريل، وتحافظ على الجراوند ايه، وتحافظ على الجراوند ريل. فبتكون سيل فاضيه كده ما فيهاش اي حاجه غير ان هي في دي بي ريل من فوق وجراوند ريل من ايه من تحت، عشان ما سيبش مكان فاضي في الروز بتاعتي. يفضل الفي دي بي ريل كونتينوس، ويفضل الجراوند ريل كونتينوس، طبعا يفضل الان ويل برضو، ويفضل الان ويل بتاعك كونتينوس. فانت ممكن تروح بقى للبليس اند راوت تول وتقول له كل 100 مايكرومتر مثلا حط لي ستريب، فهو بيجنريت بقى الستريبس دي اوتوماتيكلي بقى، كل 100 مايكرون او كل مثلا 50 مايكرون يقوم حاطط لك ايه، محطط لك ستريب. المفروض برضو ان التولز بتاع التولز اللي هي الحديثه بتاعه البليس اند راوت بيكون فيها اناليسس للفولتج دروبس، يعني بيحسب الكارنت اللي هيتسحب من السيلز قد ايه، ومع الريزيستنس بتاع الوايرز قد ايه. فبيقول لك الفولتج دروبس اللي هتحصل، اللي هو دروب يعني اللي هيحصل في الفولتج، او الفاريشن اللي هيحصل في الفولتج بيساوي كام، فتعرف بقى انت محتاج تحط سترابس زياده ولا ايه، ولا مش محتاج. وطبعا نتيجه بقى للطريقه اللي احنا بنرسم بيها السيركتس بتاعتنا، ففي يعني مسكونسبشن شهير قوي ان الناس بتفتكر ان الجراوند مش بيمشي فيها كارنت. يعني لو انا عندي انفرتر اهو بالشكل ده كده، نتيجه ان احنا بنرسم سيركتس بالشكل ده عشان نبسط الاسكيماتكس بتاعتنا، ان احنا بنرسم الجراوند كسيمبل كده، فالناس دايما بتتخيل ان الكارنت ماشي ناحيه الفي دي بي بس مفيش كارنت ماشي في الجراوند. طبعا الكلام ده غلط. ارجع بقى لايه، الاساسيات اللي احنا خدناها زمان في اعدادي وفي سنه اولى هندسه، ان لازم الكارنت دايما يمشي في كلوزد لوب. مفيش حاجه اسمها ان الكارنت يمشي من نقطه لنقطه، لازم الكارنت عشان يمشي في كلوزد سيركت. ففي الحقيقه الجراوند اللي احنا رسمها دي ملهاش اي معنى، دي مجرد حاجه بنبسط بيها الاسكيماتكس. لكن لو عايز ترسم الرسمه صح، المفروض ترسم الرسمه كده اهو، الرسمه كده اهو، وانت عندك هنا كلوزد لوب بيمشي فيها الايه، بيمشي فيها الكارنت، لان الكاباستور ده بيشحن من الفي دي بي وبعد كده بيروح بقى يفرغ في الايه، بعد كده يروح يفرغ في الجراوند. فزي ما في كارنت ماشي في الوايرز بتاعت الفي دي بي، برضو عندك في كارنت ماشي في الوايرز بتاعت الجراوند. طبعا لما انا احط الاسترابس دي، فلو انا عندي كل واير من دول عباره عن ريزيستنس، يعني ده ودي كده عباره عن ريزيستنس ودي عباره عن ريزيستنس، الاسترابس دي بتخلي المقاومات دي كلها بارلل لبعض، فبتقلل الافكتيف ريزيستنس بتاعتك.
وبما اننا بقى قلنا حكايه ان الكرنت بيمشي في لوبس دي، فلما يكون عندك لوب ماشي فيها كرنت فدي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اندكتنس. في الحقيقه لوب ماشي فيها كرنت دي عباره عن اندكتنس، وده اللي ممكن نعمل له حاجه اسمها اندكتيف كابلنج. يعني يكون عندك لوب ماشي فيها كرنت تقوم سيجنال تكابل للوب ثانيه، فزي ما كده في كاباسيتيف كابلنج برضو عندك اندكتيف كابلنج، ان السيجنال تكابل من لوب الى لوب ثانيه زي الترانسفورمر كده بالظبط. ما الترانسفورمر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اندكتيف كابلنج. وخد بالك ان البليس اند راوت تول في الحقيقه هي مش بتشرح لك انت مفروض تعمل ايه. البليس اند راوت تول دي انت اللي بتعملها اوتوميشن، انت اللي بتبرمجها، بتحط سكريبت ينفذ اوامر، فانت مفروض تبقى عارف الاوامر اللي تنفذها هي ايه، ايه الاوامر اللي انت محتاج تنفذها، وتبقى عارف برضو انت محتاج تنفذها ليه. ده اللي هناخده بقى مع بعض. روح بقى ايه تعلم بقى ازاي تبرمج التول باستعمال البيزكس اللي احنا بناخدها هنا عشان تقفل بقى الايه اللوب وتعرف تبقى ديجيتال ديزاينر بجد. برضو عندنا حاجه مهمه جدا واحنا بنعمل اللي اوت بتاعتنا في الديجيتال اسمها دايركشنال لاير تكنيك. ايه الدايركشنال لاير تكنيك ده؟ برضو عشان نخلي الدينستي بتاعت الراوتنج احسن، وعشان نسهل برضو المهمه على الاوتوميشن تول اللي بتعمل عمليه الراوتنج. بالك ان التول بتعمل عمليتين، عمليه بليسمنت. البليسمنت ان هي ترص الستاندرد سيلز جنب بعض في الروز وترص الروز فوق بعض زي ما شفنا، دي عمليه البليسمنت. ثم عمليه الراوتنج بقى ان انا اوصل السيجنالز لبعض، اوصل الستاندرد سيلز دي ببعض عشان ابني السيركتس اللي انا عايزها. فلما نيجي نعمل عمليه الراوتنج بقى بنستعمل الكونسبت بتاع الدايركشنال لاير او التكنيك بتاع الدايركشنال لاير. يعني ايه؟ يعني في بعض اللايرز بعمل بيها راوتنج هوريزونتالي بس، زي المثال هنا مثلا M1 انا عامل بيه بس مجرد هوريزونتال وايرز، ولايرز ثانيه بعمل بيها فيرتيكال ايه فيرتيكال راوتنج زي M2 هنا اللي هو موجود بالايه بالرمادي. طيب ايه فايدة ان انا استعمل حاجة زي كده؟ اعمل كده بوز وحاول تفكر ايه فايدة الموضوع ده. عشان نفهم السبب تعالى ناخد ايه مثال اللي هو الواير بتاع ميتر وان ده كده. هو الواير بتاع ميتر وان ده ماشي كده، لو انا هعمله كله بميتر وان هو مطلع كده بميتر وان، افترض معنا كده ان كل ده ميتر وان وهم داخل كده بميتر وان. اللي عملته هنا في الحقيقة هو ايه؟ ان انا في المسافة دي كلها لو انا مشيت اي ميتر وان تاني هيعمل شورت سيركت مع الواير بتاعي، يبقى انا كده ما اعرفش استعمل اي ميتر وان في الايه في المنطقه دي. طب انا عايز اعمل بقى اوصل واير تاني اعمل ايه؟ قال خلاص طب روح استعمل ميتر 2 مثلا. طب هروح استعمل ميتر 2 ونفترض ان انا عايز اوصل اشاره هنا مثلا بحاجه ثانيه موجوده هنا اهو، فمش عارف امشي بميتر 1 خلاص، همشي بميتر 2 كده اهو وماشي بميتر 2 كده اهو وماشي بميتر 2 كده اهو. يبقى انا كده في الحقيقه الاريا دي كلها ضيعتها عشان وصلت تو سيجنالز بس. كل الاريا خلاص ما ولا حرف امشي ميتر 1 ولا حرف امشي ميتر 2 في الاريا دي كلها. قلت لي انا بوظت الراوتنج دينستي بتاعتي. برضه لو في يعني بني ادم بيعمل الايه بيعمل اللي اوت في الحقيقه مش لازم يلتزم قوي بالرولز دي. يعني انت بتعمل بقى انالوج لي اوت او ار اف لي اوت احيانا الموضوع مش بيكون ليه لازمه انك تيجي جامب لاير ثانيه وتنزل، مش عايز تعمل الموضوع ده، فما تبقاش ستريكتلي فولود. ولكن زي ما قلت انا عندي اوتوميشن تول فانا عايز اديها رولز سهله تعمل فولوينج للرولز دي عشان تديني دنس راوتنج، تقدر تعمل راوتنج لسيجنالز كتيره في اريا صغيره. فلما انا استعملت هنا بقى دايركشنال لاير تكنيك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا هو كان عندي هو ميتر 1 هنا اهو، كنت عايز اوصل هنا ميتر 1 هنا بميتر 1 هنا اهو. لو انا مشيت زي ما قلنا ميتر 1 انا هقفل كل الايه هقفل كل المسافه دي مش عارف احط فيها ميتر 1 تاني. فعملت جامب الميتر 2 بالشكل ده. لما عملت جامب الميتر 2 ايه قدرت احط وايرز ثانيه في ميتر 1 في المسافه دي كلها اقدر اوصل بيها سيجنالز ثانيه. نفس الحكايه هنا عمال احط وايرز ميتر 2 فيرتيكال من غير ما اكون خايف انه يحصل شورت سيركت مع واير تاني في ميتر 2، لانه ميتر 2 كله بيرن فيرتيكالي مفيش حاجه بترن هوريزونتال، فبالتالي مفيش عندي مشكله انه يحصل شورت سيركت مع ايه مع واير تاني. طب تعالى ناخد مثال تاني بقى عشان نتاكد ان احنا فاهمين الكونسبت. لو احنا بصينا على اللي اوت اللي موجوده هنا وعندي هنا تو اكزامبلز لنفس الايه نفس الهدف، عندي شويه سيجنالز هنا عايز اوصلهم بشويه سيجنالز هنا اهو، فانهي اللي اوت الاحسن بقى اللي موجود على الشمال ولا اللي موجود على اليمين؟ اعمل بوز وحاول تفكر في الاجابه. طبعا الاجابه هنا بقى هي ايه؟ الاجابه هنا ان دي هي الكويسه ودي طبعا هي الوحشه. طب السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان الترانزيشن اللي انا عملته هنا هو في الحقيقه شورت ترانزيشن، او هنا بنسميه شورت شورت جامب. فلما يكون عندك شورت جامب بالشكل ده ملهاش معنى انك تحط فايا وتطلع بميتال 2
كانت ترجع بفاي تاني على ميتال 1. ليه ما لهاش معنى؟ لان في المسافه دي في الحقيقه لما انا استعملت الايه عملت جامبنج لميتال 2، هل انا سمحت ان انا ممكن اروت ميتال 1 زياده؟ في الحقيقه لا، انا عندي اصلا مستعمل ميتال 1 بالمينيمم سبيسنج بتاعته، فمفيش مكان ان انا احط ميتال 1 تاني. اللي انا عملته في الحقيقه ان انا عملت بلوكنج الميتال 2 في كل الحته دي، يعني في الحته دي كده انا مش عارف احط ميتال 2 تاني، بعكس في اللاوت الاولانيه. في اللاوت الاولانيه كنت ممكن اجي واوصل ميتال 2 وايرز اوصل بيها سيجنالز ثانيه في الايه في المنطقه دي. فبالتالي لو انا عندي شورت جامبس فملهاش معنى ان انا احط ايه احط فايرز واطلع على هاير لاير، ان انا كده بزود الفاير ريزيستنس وبعمل بلوكينج الاذر وايرز، مش عارف احط زي ما قلنا ميتال 2 في الايه في المنطقه دي. طبعا الانالوج لي اوت انجينير هو اللي بياخد باله من الحاجات دي، فمش هيعمل اللي اوت السيئه اللي هنا دي، لكن الاوتوميشن تول ممكن تعمل اللي اوت السيئه. هي مش فاهمه، هي فاهمه ان دايما الميتال 1 لازم يكون هوريزونتال والميتال 2 لازم يكون مثلا فيرتيكال، فهي حافظ مش فاهم بيعمل ايه، بيعمل الرولز اللي عنده وخلاص. فطبعا دايما هيكون الايه هيكون الهيومن ديزاينر عنده قدرات احسن من الايه اوتوميشن اوتوميشن تولز. فبرضه ده مثال هنا اهو، انا عندي هنا اهو شورت جامب، ففضلت في نفس الميتال، خليتني في ميتال 1، ما ملهاش معنى ان انا اروح ايه ملهاش معنى ان انا اروح ميتال 2. لكن هنا انا عندي جامب كبيره، ايه جامب كبيره، فروحت الميتال 2. ليه رحت الميتال 2؟ لان الجامب الكبيره دي محتاج ان انا اسيب هنا سبيس اروت فيها ميتال 1 وايرز ثانيه اوصل بيها سيجنالز ثانيه، لكن هنا كده كده ما كانش عندي اصلا مجال ان انا احط ميتال 1 واير زياده. اهو ده شكل بقى الايه اللي اوت اللي احنا قلنا عليها وحشه اهو. عملت رحت لميتال 2 وانا اصلا عامل هنا شورت جامبس مش مستاهله ان انا اروح لميتال 2، فانا عملت كده ايه عملت بلوكنج لان ميتال 2 يمشي في الايه في المنطقه دي كلها. يبقى كده هتبقى الوايرز بتاعتي ايه ستاك، وهضطر ان انا اضيع ميتال لير ثالثه ورابعه في عمليه الايه عمليه الراوتنج. فتعالوا دلوقتي نشوف بقى بعض الايه الفروقات ما بين الايه تفكير الديجيتال لي اوت وتفكير الانالوج لي اوت. من وجهه نظر الديجيتال لي اوت، انا اهم حاجه بدور عليها في الحقيقه هي الايه هي الدنستي، ان انا عايز اباك سيلز كتيره قوي وراوت وايرز كتيره قوي. فالسيلز هي فالسيلز دانستي والراوتنج دانستي هي اهم حاجه انت بتدور عليها. طب ليه الموضوع ده؟ لان انا عندي مليونز اوف جيتس وبليونز اوف ترانزستورز، فمحتاج اباك كل العدد الرهيب ده في اريا صغيره عشان مينيمايز الكوست. فبالتالي الدانستي هي الايه هي الاولويه رقم واحد. وزي ما قلنا عندك فيري ستريكت رولز عشان تسمح الاوتوميشن تولز بقى ان هي تقوم بالايه تقوم بالعمليه دي. الانالوج لاي اوت بقى مختلفه تماما. الحاجه اللي بتفكر فيها ما هياش الدنستي. ليه؟ ان انت عندك اصلا فيو ترانزستورز، الانالوج سيركتس بيكون فيها عدد قليل من الترانزستورز، وفي بقى بني ادم هيومن ديزاينر هو اللي بيعمل عمليه الايه اللي اوت. حتى الان طبعا لسه ما فيش ايه اوتوميشن تولز نجحت ان هي يكون ليها وايد سبريد اكسبتنس في الاندستري، فبالتالي الهيومن ديزاينرز هم اللي بيعملوا عمليه اللي اوت. ايه المين اوبجكتيف بتاعك بقى؟ المين اوبجكتيف هو الماتشنج والبرفورمانس. الماتشنج ان انا لو انا عندي زي مثلا ديفرنشال بير، ان انا اخلي التو ترانزستورز ايدنتيكال لبعض بالظبط عن طريق استعمال بقى الماتشنج تكنيكس بانواعها المختلفه، او لو انا عندي مثلا حاجه اري بستعملها في اي بي سي او في داك برضو، ان انا اخلي الاليمنتس بتاعه الاري دي ايدنتيكالي ماتشد لبعض. والبرفورمانس ان انا احاول امينيمايز مثلا البارازيتكس، لان البارازيتكس دي بتاثر على السبيكس بتاعه السيركت بتاعتي، خاصه مثلا في الار اف سيركتس او في الحاجات زي السيريال لينكس. البارازيتكس بتليمت السبيد، بتليمت السبيد بتاعه السيركت، هي بتزود كاباسيتنس، فانت عايز تمينيمايز الايه عايز تمينيمايز البارازيتكس. وانت عندك في الحقيقه فيو سيركت فيو ترانزستورز فيو امبليفايرز، فبالتالي ما عندكش المشكله اللي كانت موجوده في ديجيتال ان انت عندك مليونز اوف جيتس ومليونز اوف ترانزستورز، فمش مهتم بموضوع الدنستي. وبدل ما انت عندك هنا في الديجيتال عندك ميني رولز، سواء بقى زي ما قلنا موضوع الستاندرد سيل الرولز بتاعتها او الدايركشنال لي اوت تكنيك الرولز بتاعته، انت عندك بقى في الانالوج لي اوت عندك ميني اوبشنز بدل ما يكون عندك ميني رولز. فمفيش لي اوت واحده، لا ممكن نفس السيركت تعملها لي اوت بمئات والاف الايه مئات والاف الطرق. انت كديزاينر انت اللي بتختار اللياوت بتاعتك، انت الفنان اللي بترسم الرسمه. وبرضو في الانالوج لياوت بيكون في سترونج انتراكشن في الحقيقه ما بين السيركت ديزاينر واللياوت ديزاينر. ليه؟ في كتير من الاحيان اللياوت بتاثر على البرفورمانس بتاع السيركت بتاعتك، فبتلاقي ان البوست لياوت سيميليشن بتختلف احيانا اختلاف كبير عن البري لياوت سيميليشن. فبالتالي بيكون فيه كذا اتريشن، يعني بعد لما اللياوت انجينير بيخلص اللياوت بيحصل اكستراكشن، فبيدي للايه بيدي للديزاينر تاني البوست لياوت موديل، الديزاينر يروح يعمل السيميليشن لقى برفورمانس مش كويس، فيروح تاني لللياوت انجينير يقول انت عملت ايه، لا صلح دي وعدل دي وحط دي،
يبدأ إيه يحصل كذا iteration بقى لحد لما الإيه الاثنين يوصلوا لديزاين يكون satisfactory ليهم وبيحقق specs المطلوبة منهم. ومن أهم البارازيتكس اللي تكون موجودة عندنا في اللياوت بقى هي البارازيتك كاباستنس. طبعا الكاباستنس بتبقى صغيرة جدا في الرينج بتاع الاتوفراد والفيمتوفراد في معظم الأحيان، لكن رغم ان هي صغيرة لكن بتأثر تأثير كبير على الهاي فريكونسي سيركتس والبريسيجن سيركتس. فبالتالي لو انا عايز مينيمايز الكاباستنس دي ايه اللي ممكن اعمله كلياوت ديزاينر؟ اول حاجة تستعمل شورت واير لينثز. طبعا البليس اند راوت تول اللي هي الاوتوميتد بتحط واير زي ما هي عايزه، ممكن تقعد تلف فين ودنك يا جحا عشان توصل ايه توصل تو سيلز ببعض فينتج عنها طبعا واير لينث طويل قوي. انت طبعا كهيومن ديزاينر بتبقى عارف فين الكريتيكال سيجنالز وبتحاول انت تعمل ياو بتاعتك عشان تمينيمايز الواير لينث بتاع الكريتيكال سيجنالز. انت كل ما هتمينيمايز الواير لينث كل ما هتمينيمايز الواير كاباستنس. وبرضه تحاول تستعمل ايزوليتد وايرز. يعني ايه ايزوليتد وايرز؟ لما نيجي نعمل لو خدنا كروس سكشن كده في الايه في الشيب بتاعتنا، فاحنا عندنا تحت هنا في سبستريت وبعد كده سي مثلا عندك هنا ميتال 1 وبعد كده عندك هنا ميتال 2. الواير بتاعك اللي موجود هنا ده عامل كاباستنس مع كل حاجه حواليه تقريبا، عامل كاباستنس مع الواير اللي على شماله مع الواير اللي تحته مع الواير اللي على يمينه مع الواير اللي فوقه. فكل ما الواير كان حواليه حاجات اكتر كل ما كان ليه كاباستنس اكبر. بعكس بقى لو انت عندك واير ايزوليتد، لو انت جبت هنا واير ايزوليتد خالص كده لوحده، ايزوليتد يعني مفيش حواليه حاجه، مفيش حواليه حاجه، كانك بتقول ان انا عندي كاباستنس، الكاباستنس زي ما احنا عارفين ابسلون في الاريا على الدي، كانك قلت ان انا عندي كاباستنس الدي بتاعتها كبيره قوي، فدي بتاعتها كبيره قوي يبقى الكاباستنس هتبقى ايه؟ هتبقى صغيره قوي، لان الواير اللي انا حطيته ده بعيد عن الميتال ده وبعيد عن السبستريت، فبالتالي هيكون ليه كاباستنس صغيره. فايزوليتد وايرز بيكون ليها مينيمم كاباستنس. ولما تيجي بقى تحسب البروجكتيف كاباسيتنس بتاعت الواير في كذا حاجه طبعا هتاثر عليك. الميتال هايت فروم ذا سبستريت اللي هو بعدك عن السبستريت، اكيد كل ما هتبعد عن السبستريت هيبقى ليك كاباسيتنس طبعا اصغر، وبالعكس كل ما اقرب من السبستريت هيبقى عندي كاباسيتنس ايه هيبقى عندي كاباسيتنس اكبر. بس مش هو ده العامل الوحيد اللي انت بتبص عليه، بتبص على حاجات تانية، بتبص على الميتال ويدز. فلو انت مثلا بعدت عن السبستريت بس لقيت نفسك محتاج تستعمل ويدز اكبر يبقى انا كده ما كسبتش حاجه، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده صغرت الدي، دي صغرتها بس كبرت الاريا. خد بالك الاريا دي هتبقى هي الاريا دي مثلا اهو، دي كده الاريا بتاعه الايه الكاباستور اللي احنا شايفينه في الحقيقه ما بين الميتال واير ده وما بين السبستريت. ففرض انا طلعت اللاير فوق بس لقيت ان الديزاين رولز بتاعت اللاير اللي فوق بتقول لك ان انا لازم استعمل ويدز اكبر شويه، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده استعملت دي اكبر بس في نفس الوقت استعملت اريا ايه؟ استعملت اريا اكبر. فممكن اوفر اول الاقي نفسي بخسر في الكاباستنس مش بكسب في الايه؟ مش بكسب في الكاباستنس. برضه محتاج تبص على الميتال ثيكنس، لان الميتال ثيكنس ده في الحقيقه هو اللي بيحدد بقى الفرنجنج كاباستنس اللي هي دي كده اللي هي ما بين اللي هي الميتال واير ده كده اهو والميتال واير ده كده اهو. خد بالك ان الاريا دلوقتي بتاعت الكاباستنس هي عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الثيكنس بتاع الواير اللي هو ده كده، ده كده الثيكنس بتاع الواير مضروبه في اللينس بقى بتاع الواير. الواير ده ممتد كده جوه الايه جوه السلايد بتاعتنا، فالثيكنس في اللينس هو اللي هيحدد الاريا اللي هتحكم لك الايه الكاباستنس بالنسبه للفرنجنج كاباستور اللي احنا شايفينه هنا اهو. فلو جينا ناخد بقى مثال بالايه بالارقام على الموضوع ده، انا عندي هنا اهو عندي واير في ميتال 1 والواير اللي في ميتال 1 ده قريب من السبستريت فبالتالي عامل لك كاباستنس كبيره. خد بالك ان في الدوكيومنتيشن بتاع التكنولوجي اللي انت بتستعملها في الحقيقه بيديك كل الايه بيديك كل الارقام دي، بيديك ان كل واير عندك او كل ميتال لاير الكاباستنس اللي ما بينها وما بين الميتال لاير الثانيه. الحاجات دي كلها موجوده في الايه في الدوكيومنتيشن بتاع التكنولوجي، وطبعا بتبقى موجوده برده في الايه في الرول فايلز اللي بتستعملها التول اللي بتعمل عمليه الاكستراكشن. وزي ما قلنا كاليبر هو يعتبر الايه الاندستري ستاندرد في الفيريفيكيشن والاكستراكشن، فالرول فايل بيكون موجود فيه بقى كل ميتال لاير ليها كاباستنس كام مع كل ميتال لاير ثانيه ليها كاباستنس كام مع السبستريت، وكل الديتيلز دي موجوده في الايه في الرول فايل. فعندك هنا البروسيس دي فيها 4 ميتال لايرز وكل لاير ليها مينيمم ويدز غير الايه غير الثاني. زي ما احنا عارفين بيكون اللايرز اللي تحت ليها ويدز صغير عشان بعمل بيهم بقى اللوكال لوكال كونكشنز او لوكال راوتينج، وبيكون اللايرز اللي فوق ليها ويدز كبير وسيكنس برضو ايه وتيكنس برضو كبير عشان اعمل بيه جلوبال ايه عشان اعمل بيه جلوبال راوتينج. وهنا مديك الكاباستنس بير يونت اريا ان فيمتوفاراد بير مايكرومتر ايه بير مايكرومتر سكوير. فطبعا الميتال 1 قريبه من السبستريت فليها كاباستنس كبيره، ميتال 2 بعدت شويه عن السبستريت فعندي هنا كاباستنس ايه كاباستنس صغيره. هتلاقي ان ميتال 3 المفروض ان انت بعدت اكتر عن السبستريت لكن في الحقيقه الويدز ايه
لكن في الحقيقه الويتز كبر، فهتلاقي فرق الكاباسيتنس ما بين ميتال 2 وميتال 3 ما هواش ايه، ما هواش كبير قوي، لانك تو فاكتورز عكس بعض. انت عندك وان كان في الحقيقه الايفكت دي المفروض ان هي ما تظهرش هنا، ان هو مديك هنا الكاباسيتنس بير يونت بير يونت اريا، يعني الكاباسيتنس اللي هو مديها لك هنا في الحقيقه احنا عارفين ان الكاباسيتنس بتساوي ابسلون في الاريا على الدي، لما يديك الكاباسيتنس بير يونت اريا كانه عمل نورماليزيشن على الاريا، فهو بيديك السي على الايه في الحقيقه اللي هي بتساوي الابسلون على الدي، فالبارامتر الوحيد اللي المفروض ياثر في الجدول ده هو الايه، هو الدي فقط لا غير، فمش هيكون ليه علاقه بالويدز بتاع الواير. الويدز بتاع الواير بقى هيبقى لنا في السلايد اللي جايه لما نيجي نقارن الايه، لما نيجي نقارن تو اكزامبلز ببعض. لكن بالنسبه لنا هنا كل لما هقرب من السبستريت هيكون عندي كاباسيتنس كبيره، كل ما ابعد عن السبستريت هيكون عندي كاباسيتنس صغيره. تعالوا ناخد بقى الايه المثال اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. زي ما قلنا ان انا كل ما هطلع فوق كل ما هيكون عندي ويدز اكبر، بس هيكون عندي كاباسيتنس بير يونت اريا اصغر، نتيجه ان الدي هنا ايه، نتيجه ان الدي هنا بتقل. طيب لما انا يكون عندي بقى هنا مثلا 10 مايكرومتر واير، خد بالك انا هنا ثبتت اللينس بتاع الايه، ثبتت اللينس بتاع الواير، عايز اوصل نقطتين ببعض البعد ما بينهم 10 مايكرومترز، وعايز اشوف بقى المفروض ان انا استعمل انهي ايه، انهي لير، هل اوصلهم بميتر 1 ولا بميتر 2 ولا بميتر 3 ولا بميتر 4. المفروض ان الايه، ان لو انت فكرت في الحل البديهي، لو انت عايز تمينيمايز الكاباسيتنس المفروض تقول خلاص اطلع فوق عشان ابقى بعيد عن الايه، عشان ابقى بعيد عن السبستريت. لكن في الكيس بتاعتنا هنا تعال نبص كده ايه اللي هيحصل. لو انت شغال في ميتال 1 هيديك ان الكاباسيتنس بتاعتك ب 40 فيمتو فراد. جيب لنا الرقم اللي هو 40 فيمتو فراد ده، احنا هنا عندنا الكاباسيتنس بير يونت اريا بتساوي كام، بتساوي 5. المفروض اروح اضربها في الاريا عشان اجيب التوتال كاباسيتنس. طب الاريا هتساوي ايه؟ هتساوي الويدز بتاع الواير مضروب في اللينس بتاع الواير. ده الويدز بتاع الواير مش بتاع المصف ده، الويدز بتاع الواير، وده اللينس بتاع الايه، وده اللينس بتاع الواير. دي الاريا اللي عامله الكاباسيتنس ما بين الواير وما بين السبستريت. طب الويدز بتاع الواير هنا بكام؟ ب 0.8. والويدز بتاع الواير واللينس بتاع الواير اللي هو بكام؟ اللي هو ب 10. 10 في 0.8 تديك 8، 8 في 5 تديك 40 فيمتو فراد. ده الرقم اللي هنا بقى، خد بالك ان دي بقى ابسولوت كاباسيتنس، ابسولوت فاليو مش بير يونت اريا، لا دي الكاباسيتنس الحقيقيه اللي انت هتشوفها لما تحط الايه، لما تحط الواير ده في اللي اوت بتاعتك. خد بالك ان المثال ده كان عندي ايزوليتد واير، يعني انا ببص بس على الكاباسيتنس اللي ما بين الايه، اللي ما بين الواير وبين السبستريت، لكن الواير بتاعي اهو فوق ودي السبستريت اهو، دي كده هي الايه، دي كده هي المسافه اللي ما بينهم، والمسافه اللي ما بينهم مش موجوده عندك في التيبل لان انا اوريدي خدتها انتو اكاونت لما حسبت الكاباسيتنس بير يونت اريا، اللي زي ما اتفقنا هي عباره عن الابسلون على الدي. امال ايه اللي موجود عندك في التيبل بقى؟ موجود الويدز بتاع الواير اللي هو ده، واللينث بتاع الواير اللي هو ده، ودي كده الاريا اللي موجوده فوق، هي طبعا زيها موجود ايه، موجود تحت. هتبقى هي دي الاريا بتاعت الكاباستور اللي هي هتساوي دبليو في الايه، دبليو في ال بتاع الواي. هتروح بقى تكرر نفس الكلام مع ميتال 2، هتلاقي ان انت عندك هنا نفس الويدز، مفيش فرق في الويدز، ولكن الكاباستنس طبعا قلت لان انت بعدت عن سبستريت، فاداك ايه، اداك قيمه كاباستنس قليله. طب ممكن بقى تفكر ان انا لما اروح ميتال 3 هشوف برضو قيمه كاباستنس اقل. في الحقيقه لا، هنا ليه، لما رحت ميتال 3 حصل فرق كبير في المينيمم ويدز. طبعا الكلام ده الارقام دي تختلف من تكنولوجيا للتانيه، يعني دي ما هياش، مش في كل تكنولوجيا هتلاقي ميتال 2 احسن لاير، طبعا الكلام ده لا مش صحيح، فاهم؟ حسب بقى الارقام بتاعت كل تكنولوجي تقدر تبص على الكومباريزون دي. فهنا نتيجه ان الويدز كبر فالكاباستنس في الحقيقه كبرت، لما رحت الميتال 4 الكاباسيتنس كبرت كمان اكتر وايه، اكتر واكتر. ففي المثال ده لو انا عايز مينيمايز الكاباسيتنس هيكون احسن اوبشن ليا ان انا اعمل راوتنج بتاعي فين، ان انا اعمل راوتنج بتاعي في ميتال 2. طبعا زي ما احنا فاكرين ان انا لما بطلع فوق ليه بزود الويدز بتاع الواير، ان انا بخلي الواير بتاعي ثيكر في الحقيقه، ولما بخليه ثيكر بطلع ان انا برضو اخلي الويدز بتاعه اكبر. طب ليه بخليه ثيكر؟ عشان مينيمايز الريزيستنس بتاعته، عشان لما اجي اعمل بقى راوتنج للجلوبال سيجنالز ما يكونش فيه عندي مقاومه كبيره، خاصه بقى وانا بعمل راوتنج للايه، للباور سيجنالز بتاعتي دي، الفي دي دي والجراوند. في برضو حاجه مهمه وانت بتعمل الراوتنج بتاعك، ودي مهمه اكتر برضو في الانالوج لاي اوت عن الديجيتال لاي اوت، ان انت تحاول تافويد انك تعمل راوتنج اوفر السنسيتيف سيركتري. طبعا السنسيتيف سيركتري دايما هتكون انالوج، مش هتكون ديجيتال ايه، مش هتكون ديجيتال سيركتري. طب ليه الكلام ده؟ لو انا عندي هنا اهو سيركت 2 وانا عايز اروح اوصل واير اوديه مثلا سيركت 3 اللي هي موجوده هنا اهو، ما ينفعش ان انا اقوم ماشي كده فوق سيركت 1. ليه؟ لما امشي فوق سيركت 1 هيحصل فيه بارازيت الكاباسيتنس ما بين الواير بتاعي وبين سيركت 1، ممكن الواير بتاعي ده يمشي فيه نويز سيجنال
تروح تكابل عن طريق البارازيتيك كابسنس الى سيركت 1 اللي هي سنسيتيف ايه هي سنسيتيف سيركت, وتبوظ الاوبريشن بتاعها وتبوظ الماتشنج اللي فيها وتعمل لك اي مشاكل. فبالتالي في الانالوج لاي اوت مش بنحب ان احنا نعمل الشكل ده, بنحب ان احنا نعمل راوتنج شانلز زي بقى النظام القديم بقى بتاع الايه زي النظام القديم بتاع الديجيتال كده, نعمل راوتنج شانلز, نعمل مسافه ما بين الايه سيركتس وبعضها عشان نعمل الراوتنج بتاعنا في الشانلز دي من غير ما نبوظ السنسيف سيركتري بتاعتنا. فبالتالي ماشي بنعدي فوق البلوكس, بنعدي حوالين الايه حوالين البلوكس, الا بقى لو انت عارف ان البلوك ده اصلا ما هوش سنسيتيف وعادي انك تعدي فوقه فده موضوع تاني. طبعا في الديجيتال مفيش حاجه سنسيتيف ان هو يا اما 0 يا اما 1, عندك نويز مارجن كبير جدا فبتعدي فوق اي حاجه في اي وقت من غير ما ايه من غير ما تعمل لك مشاكل. ده كده بالنسبه ليه البارازيتيك كاباسنس بتاعه الواير. برضو الواير بيكون ليه بارازيتيك ريزيستنس, والمقاومه دي لو انت ماشي فيها كارنت كبير هتعمل لك ايه, هتعمل لك دروبس اوم زيرو ببساطه, هيحصل فولتج دروب على الواير بيساوي قيمه الكارنت اللي ماشي في الواير وقيمه الريزيستنس اللي ماشيه في الايه في الواير. طبعا ممكن الناس تتلخبط تقول لي مش انت قلت لنا ان سي موس سيركتس الكارنت فيها بيكون بزيرو؟ طبعا لا, الاستاتيك كارنت هو اللي بزيرو, لكن الترانزيانت كارنت بيكون كبير قوي, الكارنت اللي بيشحن الكاباستور يفرع الكاباستور بيكون كارنت كبير قوي, وده هيعمل لك سبايكس على السبلاي ريل بتاعك في الحقيقه, هيعمل لك نويز في شكل سبايكس, وهنبص على الموضوع ده برده قدام. طيب لما ناخد مثال كده مع بعض, لو انا عندي واير 2 ملم لونج, طبعا 2 ملم دي مسافه كبيره اون شيب مش صغيره, لكن طبعا عادي انك يبقى عندك سيجنال في الديجيتال بالذات تمشي المسافه الكبيره دي, انك تقعد تلف وتطلع وتنزل عشان تحل ايه الراوتنج كونجستشنز. وفي الديجيتال بتحاول تستعمل بقى المينيمم ويدز في الحقيقه, يعني الوايرز بعدنا في الديجيتال بتكون كلها مينيمم ويدز عكس الانالوج, عمرنا ما بنستعمل المينيمم ويدز. فلو افترضت تكنولوجيا قديمه قوي مثلا يكون الويدز بتاع الواير عندك ب 2 مايكرومتر, بنعد حاجه اسمها السكويرز. ليه؟ لان هو في البروسيس دوكيمنت هيديك ريزيستنس بير سكوير, يعني لو انت عندك واير بالشكل ده لك ان تتخيل ان الواير ده انت قسمته لايه, قسمته لمجموعه من السكويرز, فهو هيديك المقاومه بتاعه السكوير وانت تضرب في عدد الايه تضرب في عدد السكويرز اللي عندك. طب عشان اجيب عدد السكويرز اعملها ازاي؟ بتقسم اللينس بتاع الواير ده كده اهو على الويدز بتاع الواير, تطلع منه عدد الايه تطلع منه عدد السكويرز. طب ليه هو في البروسيس دوكيمنت بيديك المقاومه بتاعه السكوير اللي هي بنسميها الشيت ريزيستنس, بنسميها الشيت ريزيستنس لان المقاومه زي ما احنا عارفين بتساوي ايه, بتساوي الرو في ال على الايه ال ده اللي هو اللينس بتاع الواير, والاي دي اللي هي كروس سكشنال اريا بتاعه الايه كروس سكشنال اريا بتاعه الواير. طب لو انا هفك الاريا بتاعه الواير دي هي عباره عن ايه, هي عباره عن الويدز بتاع الواير في الثيكنس بتاع الايه في الثيكنس بتاع الواير. فبنفصل البروسيس بارامترز عن الديزاين بارامترز, يعني ايه, مين اللي بيتحكم في اللينس بتاع الواير, البروسيس انجينير ولا الديزاينر؟ الديزاينر هو اللي بيرسم الواير. مين اللي بيتحكم في الويدز بتاع الواير, البروسيس انجينير ولا الديزاينر؟ الديزاينر هو اللي بيتحكم في الويدز بتاع الواير. طب مين اللي بيتحكم في الرو بالتي؟ لا, هنا بقى البروسيس انجينير, هو الفيرتيكال بارامترز كلها مش بتاعت الديزاينر, بتاعت البروسيس انجينير. الديزاينر بيشتغل في اللاترال بارامترز بس في البلان فيو, ولا في الاليفيشن ولا في الايه ولا في السايد, بيشتغل في البلان فيو فقط لا غير. فبالتالي لو خدنا الرو بالتي دول لوحدهم, او هاخد الرو تي على تي لوحدهم وهاجي هنا ال على الايه ال على دبليو, ال على دبليو زي ما قلنا دول عباره عن ايه, دول عباره عن النمبر اوف سكويرز في الحقيقه, يبقى دي هتبقى عباره عن ايه, دي عباره عن الشيت ريزيستنس او الايه ريزيستنس بير سكوير. فانت بتضرب الريزيستنس بير سكوير في عدد السكويرز تديك الريزيستنس بتاعه الواير. ففي المثال اللي عندنا ده بقى اسم 2 ملم على 2 مايكرومتر هيديك ان انت عندك 1000 سكوير. فلو السكوير ريزيستنس بتاعتك او الشيت ريزيستنس بتاعتك ب 50 ملي اوم, طبعا ممكن تبص على 50 ملي اوم تقول رقم صغير قوي, ايه 50 ملي اوم دي ولا حاجه, هي ولا حاجه, بس لما يكون عندك واير طويل زي الكيس بتاعتنا هتضرب في عدد السكويرز, فاضرب ال 50 ملي اوم دي في 1000 سكوير يطلع لك عندك ايه, يطلع عندك مقاومه بتساوي 50 اوم. مره تقول ايه 50 اوم ولا حاجه, هي ولا حاجه لو انت عندك كارنت صغير, لكن لو عندك كارنت سبايكس او كارنت كبير هتكون حاجة مهمة. فافرض ان انت عندك الماكسيمم كارنت بتاعك بيساوي 1 ملي امبير, اهو ده الكارنت اللي ماشي فيه الواير, اضرب بقى 1 ملي امبير في 50 اوم هيديك 50 ملي فولت دروب. طبعا ده اي ابلكيشن طبيعي هيبقى دروب مش ايه مش مخبول, دروب كبير جدا. يعني لو انت عندك السبلاي بتاعك 1 فولت بدل 1 فولت هيبقى 0.95 حسب بقى الابلكيشن بتاعك, يعني ابلكيشنز هيبقى مقبول ابلكيشنز هيبقى مش ايه مش مقبول. وخد بالك بقى ان انت في الديجيتال بيبقى عندك كمان كارنت سبايكس اعلى بكتير من 1 ملي امبير, يعني لما تيجي ان شاء الله تعمل السيميليشن في اللابس هتلاقي ان الكارنت اللي ماشي بتاعك بيعمل سبايكس كبيره كده بالشكل ده, ممكن تلاقي السبايكس توصل لارقام عاليه جدا.
يعني انا هيكون في برضه فولتج سبايكس كده على الفي دي بتاعك لان الاي في الار في الحقيقه, فهيكون في فولتج سبايكس. طب عشان تحل مشكله زي دي اعمل ايه؟ ممكن انا اعرض الواير ويدز, تخلي الواير اعرض عشان اقلل المقاومه بتاعته. بس خد بالك ان انا لما اعرض الواير هزود الكاباسيتنس بتاعته, لو الكاباسيتنس تهمك برضه تاثر فيه هتروح لمشكله ايه, هتروح لمشكله ثانيه. وخد بالك في الحقيقه ان هو برضه في البروسيس دوكيمنت بيكون كل واير ليه حاجه اسمها ماكسيمم كارنت دنسيتي, يعني بيديك الكارنت بير يونت ويدز, يقول لك مثلا عايز تمشي كارنت بكذا استعمل ويدز بكذا, كارنت بكذا استعمل ويدز بكذا. الارقام دي بيديها لك كمينيمم ليميت عشان مشاكل الالكترو مايجريشن احنا كنا اتكلمنا عليها, عشان ما يحصلش عندك الكترو مايجريشن. لكن هو مش هيبص على المشاكل الثانيه ان هو يحصل اي ار درافس. اي ار درافس بيعتمد على اللينس بتاع الواير, واللينس بتاع الواير ده هو ما يعرفوش, انت بتعرفه. فبالتالي في الغالب بتقدر تعمل بقى انالوج لاوت, عمرك ما بتستعمل المينيمم ويدز اللي موجود في الايه اللي موجود في البروس دوكيمنت, محدش بيستعمله. ده بتستعمل ويدز اكبر منه, ان في الانالوج طبعا دروبس زي كده بتكون قاتله للايه, قاتله للديزاين بتاعي. برضه لو عندي واير شايل كارنت كبير في الحقيقه ممكن نروح بقى للايه, الهاير لايرز اللي هي فيها ثيك ميتال, عشان هيكون ليها مقاومه ايه, هيكون ليها مقاومه اصغر. ممكن برضه اعمل حل كمان ان انا استاك وايرز. يعني استاك وايرز يعني احط بدل ما اوصل في ميتال 1 وميتال 2 ميتال 1 او ميتال 2 او ميتال 3, لا ده انا هوصل في ميتال 1 وميتال 2 وميتال 3. فبالتالي هيكون عندي المقاومه دي, يكون عندي هي مقاومه بارلل مع مقاومه, او عندي المقاومه دي كده بارلل مع المقاومه دي كده بارلل مع الايه, بارلل مع المقاومه دي كده. يبقى المقاومه الاوفر اول عندي هتبقى بتساوي ار على ايه, ار على 3. وخد بالك بقى ان انا في المثال ده انا عملت ثلاثة وايرز دول فوق بعض, فبالتالي الكاباسيتنس تو سبستريت هي هي ما اتغيرتش, لان الكاباسيتنس تو سبستريت هتبقى بتاعه ميتال 1 ايه, هتبقى بتاعه ميتال 1 بس, ميتال 2 ميتال 3 مش هيكون شايفين كاباسيتنس تو سبستريت طبعا الا الايه, الا الفرينجنج كاباسيتنس, ودي هتكون نيجليجبل لو الواير بتاعك اللينس بتاعه طويل. طب بكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره. في الجزء الجاي بقى نبص على توبكس اخرى في اللي اوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.